اهلا بيكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين. والنهارده هنكمل فيديو المره اللي فاتت. كان فيديو المره اللي فاتت بيتكلم عن الكلمات الشاذه في الجمع واللي هي ملهاش قاعده، تشوفها تحفظها زي ما هي. النهارده هنكمل الجزء الثاني من الكلمات ديت، وانصحك لو ما كنتش شفت الفيديو بتاع المره اللي فاتت او فيديو الجمع بشكل عام شوفهم من الاي اللي فوق دي. يلا بينا. انا النهارده بقى جايب لك شويه كلمات كده انت في العادي بتشوفهم وبتقولهم وجمع، وما تعرفش غالبا ان ليهم مفرد، او ما تعرفش ان ده المفرد بتاعهم. فهلا كان شوف اول كلمه. اول كلمه معانا هي كلمه data. data اللي هي بيانات. ايه ده، هي data ليها مفرد؟ ليها مفرد. الكلمه بتتقال datum. data بقت datum. طب بتتقال المفرد بتاعها ازاي؟ هي مش معناها بيان واحد، هي معناها زي مستند او يعني حاجه مفرد بيانات، يعني مش عارف اقول لك ازاي، بس هي ده مفردها. طيب كلمه تاني زي كرايتيريا، بنقولها كل يوم معناها معايير. عمرك سالت ايه مفرد كرايتيريا اللي هو معيار واحد؟ مفرده كرايتيريان. كرايتيريا الجمع، كرايتيريان المفرد. طيب كلمه زي الومناي. الومناي اللي هي خريجين، مفردها ايه؟ الومنس. الومنس يبقى الومناي مفردها الومنس، يعني خريج. طيب يا سيدي كلمه زي ازمه اللي هي crisis. لو انت حطيت لها ES بالجمع العادي اللي احنا متعودين عليه هتبقى crisis. غريبة جدا، مفيش حد هيقول كده اصلا. طب جمعها ايه؟ crisis جمعها crisis، بتتك على الايه شوية. crisis 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 crisis. طيب واحة اللي هي oasis. oasis جمعها oasis، يبقى oasis جمعها oasis. طيب analysis اللي هي تحليل، طيب جمعها ايه دي بقى؟ analysis. نفس الكلام، الثلاثة شبه بعض. matrix، كلمة matrix اللي هي مصفوفة جمعها matrices، واللي هي بالمناسبة سوري يعني اسمها matrix مش matrix. واخر كلمة هي ox اللي هو طور، جمعه اللي هو تران، مش oxes ولا oxes ولا اي حاجة، جمع غريب جدا. oxen أكسن. طيب انت يا فندم دلوقتي تيجي تقول لي هم ليه عملوا الكلمات دي، اقول لك ما اعرفش، هي سمعت كده واتقالت كده وفضلت كده، واحنا بقى علينا نقعد ايه نحفظ، بس هنعمل ايه؟ اكل العيش مر يا حبيبي. فمعلش اكتب الكلمات اللي انا قلتها بقى في الفيديو ده والفيديو اللي فات عندك في النوتس، واللي انت مش عارف معناها ترجمه، وكل يوم قبل ما تنام بص عليها من غير بقى ولا تقعد تكرر بقى ولا تكتب بالورقه ولا، بس قبل ما تنام بص عليهم اقراهم كده بصوتك، اقراهم وسمع نفسك كده وانت بتقرا كلمه كلمه، صدقني هتلاقيهم مع الوقت ثبتوا في دماغك، ومش محتاج تعقد نفسك بقى بعقده ان انا ما بعرفش احفظ ومش عارف ايه وكده. كل اللي عليك اقراهم كل يوم، ولو انت مش فاكر معناهم شيك على معناهم وقولهم بصوت عالي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت تقول لي في الكومنتس لو في حاجه معينه او كلمات معينه نفسك تشوفها نتكلم عنها، مفيش مشاكل اكتبها في الكومنتس، ما تبقاش محرج يعني ولا اي حاجه، عادي انا بقرا الكومنتس كلها. ولو في حاجه حاسس انت متعقب منها او بتتشرح لك كتير ومش جايه معاك سكه قول لي وانا اظبطها لك في فيديو خاص يا معلم. واخيرا ما تنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير علشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.